بسم الله. ده كتاب دوت مهم جدا اسمه ال او دي، ده موجود على بين فور. ده لما نيجي نختلف الشغل بتاعنا المفروض ان هنسلمه في المرحله دي ال او دي 200، واحد يقول لا ده ما وصلش ال او دي 200، لا وصل لل او دي 200، فبنرجع ليه الكتاب دوت. تقريبا الكتاب دوت هو المرجع لاغلب العقود، بحيث ان هو فيه كل العناصر. في بعض العقود كان الراجل بياخد مثلا 20 صفحه عشان يقعد يوصف الحاجات ديت، لا احنا بقينا نكتفي بسطر واحد نقول لو حصل اختلاف هنرجع للكود دوت. هو الكود ده عباره عن 156 صفحه، كل عنصر من العناصر بيقول لي ال ال دي 100 هيبقى فيه كذا، ال ال دي 200 هيبقى فيه كذا. بمعنى خلينا ناخد اي حاجه مثلا عشوائي، مثلا على سبيل المثال مثلا العنصر دوت لما هيسلم على ال ال دي 100 هيبقى فيه بس ايه مواصفات، ال ال دي 200 هيبقى بالشكل دوت، ال ال دي 300 هنزود حاجه معينه، 350 هتبدا تزود بعض العناصر، ال دي 500 هيبقى فيه كذا، كل عصر كده. يعني تبدأ تلاقي أول مرة بيبقى فيه مش موجود مثلا، يعني هنا ده الاكسسوري رول مش موجود مثلا، ال 200 هيبقى فيه كذا، ال 300 هيبقى فيه كذا، ال 350 هيبقى فيه كذا. طيب ايه حكاية ال دي 100 وال دي 200 و300 و400 والحاجات ديت؟ طيب خلينا نرجع للمقدمة بتاعت الكود اهوت. ده هنا مثلا بتبقى الورقة بالشكل دوت، إن العنصر الفلاني في السكيماتيك هيبقى ال دي 100، في ال ديتيل ديزاين هيبقى كذا، وكل مرحلة هنبدأ نذكر درجة ال ال دي للعنصر ده هتبقى دي. ده الفهرس زي كل العناصر موجودة فيه ومنظمة فيه. ده هنا بيقول لك ال ال دي 100 هتبقى فيه العنصر بس من غير مقاسات، من غير سايز، من غير ما فيهوش، بس غير ان في عنصر موجود هنا في ال ال دي 200 هنبدا نديله السايز، هنديله الشيب، اللوكيشن، الاورينتيشن، نان جرافيك داتا ممكن تتحط وهكذا. ال ال دي 300 هنبدا نزود عليه بعض المعلومات، طبعا بتختلف من عنصر لعنصر. ال 350 بنبدأ نشوف هتتركب ازاي، 400 بنبدأ نحط الفابريكيشن، بنحط الاسمبلي، بنحط الانستوليشن، انفورميشن وهكذا. ال 500 بيبقى الاسبلت، ال 400 هو الشوب دروينج، ال 300 بيبقى الديزاين. فبتقدر تشوف ده كده مثال، بيقول لك ال 100 هتبدأ تحط بس ايه ان في عنصر هنا، ال 200 هتبدأ تحط العنصر وتبدأ تحط السايز والشيب واللوكيشن، ال 300 هتبدأ تحدد المواصفات بتاعته اكتر، 350 الاكشوال بالظبط هتبقى عامل ازاي، في 400 بتحدد هيتركب ازاي والديتيلز بتاعته.